الفنان سعيد عبد الغني هو بطل حلقتنا النهاردة. أوصى أولاده بالتبرع بكل ثروته، وابنه بيكشف آخر لحظات حياته قبل وفاته بلحظات بسيطة. هنعرف تفاصيل كتير جدا إن الفنان بعد وفاته أثار الجدل بسبب التبرع بكل فلوسه لمستشفى السرطان وكمان مستشفى مجدي يعقوب. وهنعرف تفاصيل كتير جدا قالها أحمد سعيد عبد الغني. بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصلكوا كل جديد من القناة. الفنان الراحل سعيد عبد الغني كلنا عرفنا إنه هو اتوفى، وكمان عرفنا إنه كان مريض وكان داخل العناية المركزة. بس اللي احنا ما نعرفوش ان فعلا اتبرع بكل ما يملك لمستشفى السرطان ومستشفى مجدي يعقوب. ولا ايه اللي حصل بعد ساعات قليلة جدا من وفاته، وبعد تعرضه لأزمة صحية وكان في المستشفى، وكمان رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 81 عام. وانتشر العديد من الأخبار عن وصيته، وفي ناس أيدوا الوصية وفي ناس كذبوها. في أخبار كتير جدا بتنتشر بعد وفاة المشاهير، وبعض الأخبار دي ساعات بتبقى في منها الصح ومنها الغلط. زي الفنان جميل راتب اتقال إن هو اتبرع بكل أمواله لطبعا مستشفى السرطان، وقال إنه ما سابوش حاجة لأولاده، مع العلم إن الفنان جميل راتب ما عندوش أولاد. وقالوا ان اتبرع ب 18 مليون جنيه لمستشفى السرطان ومستشفى الاطفال ومستشفى مجدي يعقوب كمان. وقال كمان ان الفنان اتبرع بكل امواله، لكن ده ما حصلش. هنعرف النهارده بعد الوصيه اللي سمعناها والكلام اللي عرفناه، هنعرف ايه التفاصيل الصحيحه وايه هي الحكايه. قالوا إن الفنان أوصى ابنه أحمد سعيد عبد الغني بعدم جعل أي شخص يراه بعد وفاته، وطلب منه كمان التبرع ب 17 مليون جنيه يمتلكهم. وطبعا ده أحمد ظهر وقال إن الفنان ما تبرعش بأي حاجة زي ما تقالوا، لأن الفنان كان في المستشفى ودخل في غيبوبة والكلام ده ما حصلش. وقال كمان أحمد إن هو كان على طول في تواصل مع والده وما قالوش أي حاجة عن الموضوع ده، ولا الوصية دي أساسا اتكتبت من الأساس، وزي ما القصص انتشرت بعد وفاة والده. آخر أعمال الفنان كان مسلسل ولاد السيدة، وده كان في 2015. وأكد أحمد سعيد عبد الغني إن والده كان في غيبوبة لمدة 45 يوم، وكانت أيام صعبة جدا، وفاق فيها مرتين، وكل مرة كان 45 دقيقة ويرجع للغيبوبة تاني. وقال إن آخر مرة اتكلم مع والده قال له إن أنا حاسس إن أنا هموت، وساعتها أحمد قال له ما تقولش كده، أنت هتقوم وهتبقى كويس وحاول يخفف عنه. وقال إن الأيام دي كانت صعبة جدا وأصعب أيام مرت عليه، وأكد إن الوصية اللي الناس بتقول عليها دي ما حصلتش، وإن كان بيصرف على والده من الفلوس بتاعته اللي كان سايبها علشان يعالج بيها نفسه. والكلام ده والوصية دي مش أكيدة، والكلام المتداول مش صحيح. وبكده تكون خلصت القصة اللي معانا والحلقة النهاردة، ونرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.